السلام عليكم اخوتي، كنبغيو التحيات ديالنا لجميع اخواتنا المغاربه داخل المغرب خارج المغرب، حتى اخواتنا الجاليه المغربيه الموجوده في الخارج. كنبغيو التحيه ديالنا اخوتي من البلاد، كنبغيو التحيه لجميع الاصدقاء وجميع الحباب، جميع الحباب اللي كيتضمنوا معنا واللي كيساندونا في هذه القناه هذه. واللي مشاركتي معنا في القناه اخوتي اعمل ابوني، ضرب الجرس وبارطاجي معنا الفيديو وكومونتير، راحنا عايشين مع بعضنا بقصات واقعية واجتماعية بامتياز في هاد الحياة هذي. وتبعوا معنا القصة بلا ما نقولكم معقدة أو عويصة أو صعيبة، حنا كنخليو كلشي هيداك، كنبداو معكم القصة، نتمنى نجبركم في أحسن حال وتفرجوا معنا هاد القصة هذي وهاد الحلقة، وتبع معنا تا الآخر ومثالي. بارطاجي معنا الحلقة على قصة مزيونة واجتماعية بامتياز. اليوم القصة ديالنا واحد العائلة فيها أربعة ديال الناس، كاين الأب والأم وجوج ولاد، تقريبا ديك الولاد تقول تقريبا إذا مفارقين مع بعضهم مع بشي عامين إذا أو ثلاث سنين تقريبا قد قد. وانتوما كتعرفوا الحياة أخوتي كلها شنو عطاتو، عياديك الاب ديالهم معافر معاهم بجوج، عنده جوج تكيورات وهو معافر معاهم، والمشاكل ديال المراه ديالو هو وياها، وزيد عليها ديك جوج الدراري ها هو معاهم كما كنقولوا حنا ها هو كيغامر معاهم. واحد خرج لهم الدراسه، بدا كيكبر شويه خرج لهم الدراسه، واحد بقى ماشي عيدك راه باش تبع المصروف د واحد ولا جوج ديال الدراري صعيب، وفي هذا الوقت هذا صعيب، وهاد السيد هايدا كتاكي على لحم الحي، وخا واحد خرج له مدرسة باقي له واحد كيعرف على المصاريف والفلوس ورا ورا، وهاديك السيد كاين هذاك الواحد اللي خرج مبقاش كيقرا، بدا كيعمر في الحياة، تعرف على الناس وتعرف على دراري، ودخل العالم ديال كما كنقولوا عالم ديال الخواض، بدا كيحرر النار ديالو، بدا كيحرر البلية ديالو بلي عام الخمر صافي سيرفيسا وكدا، وهادي ما عندوش مشكل، ما حجار، ما تسلط، ما كيتعدى، ما كيعمل شي حاجه، ما والو، انسان نقيقي وكدا وهاديه، ومعاشر مع الناس، ومن المهم الخمر بليه ديالو هي الخمر. هذاك الاخ ديالو يا خو على القرايه وباقي ماشي في القرايه، وديما كيشتهد باش يكون شي حاجه في هاد الحياه وفي هاد الدنيا. الوالده ديالو كتضامن مع هذاك اللي بقى كيقرا، وخا هما الكبده ديالها بجوج بالحق متضامنه بزاف مع هذا اللي كيقرا، زعما هذاك هو اللي بقى، هو اللي كدا، هو اللي كدا. واخر اخر مشكله عنده مع بواه، عاو كثر من الام ديالو، عنده مع بواه ملاغا والهضرة وكدا وهاديه، وبواه كيعيطلو على الشنكار، مره عيطلو كما كنقولو كروشار، هايد عايده، خا هو باقي صغير في العمر ديالو ديك 21 سنة ولا 20 سنة، وخا عندو شي 23 سنة وباقي كيقرا، وبا نتا قاعد عارف كيبقى يضحك معاه، مرة عيطلو كروشار، مرة عيطلو الشنكار، مرة كدا، هو خاطي من هاد السي هدايا. أما الأب ديالو كيشوف ديك العيل وعارف عليه كيشرب وكدا وباقي صغير، وكل مرة كيهداه وكدا وهادية، كيقولو كتبان عمك، سبحان الله. قالو طلعتي كتبان عمك خايب فلان، وفعلا ديك العيل عندو عمو، عندو عمو عزيز، هذاك عمو ما مجوج ما والو، ما عندو دراري. ديك الود مرة كيمشي عند عمو، منعاشر هو وياه، كيمشي عندو يطلل عليه، يقصر معاه، يجلس معاه. ديك عمو عاو كذلك وميتا مبلي بالخمر، كيجلسو هو وياه، كيدكو هو وياه، ماشي تقول فيه بنو، فيه خا، فيه كلشي، فيه هادي. وشنو بليا انا قلت لك الخمر، عمو بيدو ممجوج ما عنده دراري، وهاد الولد هذا اعز عليه، هذا عمو هذا اعز عليه، كيمشي كيقصر معاه، وشي مره كيبقى معاه. هاد العائله هذا شحال مازال الدار، كيجي كيطلع على الام ديالو والاب ديالو، شي مره كيجبر النقير في الدار بين الام ديالو والاب ديالو كما كيعاودنا هو. علاش هاد الولد هذا اللي معودنا هاد القصه هادي عادي يكون معنا في السجن، عاد راه معنا مده طويله في السجن، وتبعوا معنا حتى الاخر باش تعرفوا كيفاش غايوصل للسجن، ما كيعمل حتى حاجه،
علاش الحبس اخوتي؟ ماشي ضروري تعمل، ماشي على عملتي عبتي الحبس، تقدر ما تعمل والو تمشي الحبس. شحال من واحد في الحبس مظلوم، كاين الظالم وكاين المظلوم في الحبس، وكاين المزيان وكاين العيان في الحبس، وكاين اللي ما عمرو عمل المشكل في الحبس، وكاين اللي عملها زبلة كحلها زبلة ما عمرو ضرب الحبس. هذه هي الحياة. وتبعوا معنا القصب، تعرفوا هذا الولد هذا، هذا اللي كيعيط له باه، كيعيط له فهمتي، انا قلت لكم كيعيط له كروشار، وما خلي ما عيط له بهذا الاسلوب هذه وبهذه المفردات هذه على ذيك العيب بلعاب الخمر، والاغلبيه كيجلس مع عمو. هاد الولد هذايا واحد النهار طوال مازال الدار ملي جا الدار قصر معاهم شي ليله وكذا، هادي الام ديالو الاب ديالو كيتناقروا مع بعض، وديك النقير في شكال من النهار اللي ديتك كذا كذا كذا، وانت هي كذا وهي عاوكا تقول له شي كلام ماشي هو هذاك، ديك العين واخا كيشرب وكذا وهادي كيستحيا وكذا وهادي، كيشوف الام ديالو كتعلي صوت على باه وهادي، كينوض كيخرج بحالو، كيدور فيها باه كيقول لها اذا بغيتي تينا دابا جوج العواول فرقتي بيناتهم، هذاك بحال تقول هذا ابنك واخر ماشي ابنك، عام مع بعضهم هيدا. واحد النهار من ايام الله كيوقع الصداع في ديك الحي وكذا وهادي، هاد الولد هذا كي تا كضرب كيقوم بشي صلح ولا مع شي دراري ولا كذا، وكيحترموه هاد الولد هذا اللي كيشرب، كيحترموه الدراري وكيحترموه بزاف ديال الناس. هذاك خام مع قاري سويس بحال نقولو حنا، بحال نجيبوها بالدارجه نقولوها بحال معنطس، بحال شايف راسو ما نعرف شنو وكذا وهادي. شي نهار وقع شي صداع تما وكذا وهادي، شي واحد تما مرابز وكذا وهادي، او يسيب شي حاجه مسطح شي محباقه ولا شي حاجه وهي كتجي في هذاك. جات واحد السيد تما هزوها داوها للطبيب ما عرفوش شكون ضربو، قالت له هضره كدور محباقه نزلت من الدار فلان فلانيه وكذا وكذا وهادي، ومع وجوه الخير وصحاب الحسنات وكذا وهادي، تا كتعرف هذاك خانا في الطبيب مضروب من الراس، قال مين تضرب، تا هو بدا كيهضر قال مين تضرب وكذا وفي الطبيب فهمتيني. اياتك ناضت الحيحانات كذا هادي، شكون الدار كذا هادي، ما تجين زعما المخزن باش يدي بنادم اللي ضرب هاد السيد هذا، ملي جا باش يضرب يدي هاد السيد هذا كي كان طرب ايدان، ماشي هو اللي ضربو، ماشي هو هاد العائلة د الأستاذ هذا اللي في الدار كيقرا، ماشي هو اللي ضرب، راه خاه هو اللي ضرب، وخا ما فراسو والو خاه مع عمو. ناضت كدا وهادية جابوه قالوا له واش انت اللي ضربتي ولا خوك، والام ديالو حاضره والاب ديالو حاضر وكل شيء حاضر، قال لهم انا اللي ضربت المحباقه مسطح وكذا، دخل على المشكل وبالرخاء اللي كيقرا وكذا هادي، علاش هذاك اللي غيمشي فيها ما بغاش يضيعو في المستقبل ديالو، دخل على المشكل قال لهم انا اللي ضربت المحباقه وكذا هادي، كان صداع وهادي وسيد المحباقه جات السيد اذا ما ناوي انت حاجه الداوه كيتسمى، دخل على المشكل على المنتف، وماشي هو اللي ضرب، خاه اللي ضرب، والام ديالو عارفه والاب ديالو عارف، دخل على المشكل، دخل على المشكل بقى طالع عواد من تحقيق المحكمه من هنا من هنا، دخل على كلشي، خان في الله كتعرف عاد وقع له عام مستديم، عاد وقع له عام مستديمه، وكتعرفوا شنو عاها ولا خانا عيتشلل، عيبقى في الكروسة، بإيدين فلان اللي ضربو، دار شنو فلان اللي ضربو، عيتحكم بعشرة سنوات، بعشر سنين، والقصة هذه اللي كنعاودو لكم، عيعيش معانا وعيعاود لنا، وعنعرفو واه حنا داخل السجن حنا مازيلكم، ابقى معانا في الحبس. سيد ما عمرو ضرب الحبس ولا عمرو كان البال ديالو في الحبس ولا شي حاجة ولا هادي ولا والو. علاش كنقول لكم الحبس راه ماشي كلشي عامل اولا كلشي ظالم اولا كلشي كان ميتا كيتعرض ولا كلشي كان كيكريسي ولا كلشي كيكون معدي، راه الحبس كاين الناس فيه والله العظيم ما تنيط جداد على ولادها، عام نعرف كيفاش وقع له في الحياه ديالها تا جابو للحبس، راه شحال من واحد في الحبس والله العظيم، نهار واحد ديال الحبس راه ما يقدرش يضربه،
راه الحبس عام واحد كيسمعوا عاد الطقم كيجبروا الله الحبس راه هضروا الحبس راه يقيك الدم في نهار واحد راك عاد عيش مع ناس لا علاقه بالحياه عاد عيش مع ناس لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم الموت ولا الحياه مع شي ناس بعدك داخل الشيء وهاد الولد هذا هاي داك عين ساج مع 10 سنين مشاج معانا وبقينا عايشين عرفنا ما داير والو علاش حنا الشجناء سبحان الذي اللي خلق الدنيا والدين مشاجين كاملين نفس الشجون المغربيه كامل الا كنتي عامل كنعرفوك كنتي ما عاملش كنعرفوك حتى حنا عندنا التحاليل ديالنا وعندنا امور ديالنا وكنعرفوها وهي طايره كما كنقول كنعرفو كلشي عارفين ديك الولد اللي ضرب معانا المده وبدا ماشي معانا عرفناه ما داير حتى حاجه ولد صافي ولد بحال الحليب قلبه بحال الحليب ولد صافي كان بليع الخمر السبب ديالو ما كملش الدراسه وكذا هادي والاب ديالو والنقر ديال الام ديالو والاب ديالو هي ديك بدا كيدوك العشير ديالو هو عمو صاحبو هو عمو مع بن كيجلس مع بن كيرتاح ومع بن كذا هو العم ديالو اللي ما عنده لا ولاد لا ولد عزيز عليه كيعاودنا داك الشيء داخل السجن الاب ديالو راجل مزيان سنو الام ديالو شويه قاصحه كيعاود داك الشيء اللي وقع اخر عرفنا باذن هو ما عمل والو الاخ ديالو سي محباقه جاب بنادم في راسو سبب اعاقه من السيد وهو ما كانش حاضر كاع في الدار وهيداك عاد يدخل على المنتف وغيدخل على كل شيء باش غادي يكمل القرايه ديالو ديك خا اللي الام ديالو لاصقه فيه وعنده زعما هذاك عزيز على هذاك وعارف هو الحياز وعارف الام ديالو كدعم الفرزيات بيناتهم والاب ديالو ديما كيغوت معاه على هادشي هذا وهيداك وغيدخل على المشكل وغيتحكم ب 10 سنوات وعيبقى معانا ديك السيد هذاك كتعرف داخل السجن حتى ولا كيعلم الشجانه ولا بزاف الحاجات على القلب ديالو مزيان وفشكال ولا كيقرر الشجانه اللي ما قاريهش وكذا وهادي بالمؤسسه ودا واحد شي كبير داخل المؤسسه كلشي كيعرفوا الله عمرها دار كما غنقولوا بالدارجه السيد وهيداك وعادي ينقصولو من ديك 10 سنين عايز ضرب فيها شي 6 سنين هذا ولا 5 سنين وشي حاجه وعجب الله التيسير وغادي يخرج بحالو كتعرفوا اخوتي مني غيخرج بحالو عايش برخانة في الله كتعرف ولا موظف وتجواز وكذا وهادي وديك الشيء كاع ما قالوش تنقع ما قالولوش حتى في الحبس ولا كذا ولا هادي ولا ولا ديك خا كيدعي بها في شكل ديك الموظف بإذن هذاك الشجين هذاك مجون هذاك كذا بحال كي هو وكدور الهضره وخرج ورحبوا به في الدار الاب ديالو كذا في دارهم وكذا وهادي ايوا بدا كيحس بشي حاجه ماشي هي هذيك بدا كيحس بشي حاجه ماشي هي هذيك خا ساكن تما في الدار هو ومراه ديالو كذا وهادي بحال باغين يسيقوها من تما هو الهضره بحال ولا حباس وكذا وخانا تجوج في وسط الدار دابا ساكن باقي ما عملش دارو هادي وهادي بحال ما باغيش يدي خا يبقى معاه في الاول كان كيمشي عند عمو يمشي يكمل مع عمو شوف الفكره شوف الفكره وبنادم ني مشيتي عليه للحبس وبنادم ني دخلتي على مشكل ماشي ديالك شوف شنو كيحفر لك بدا كيحفر له بايدان خوي الدار على حساب هو مجوج وهو ماشي مجوج اذا العزري في الدار وكذا وهادي وكيقول للام ديالو واحد الليله من الليالي نات صداع نات صداع بين الاب ديالو والام ديالو كتدور الهضره وكذا وهادي وخانا بحالنا كان ناعس بيتو وهادي هو يسمع هاد الهضره اللي كنعاود لكم كيسمع باذن السيد مشى للحبس بطال بطيلا ظلمان وعدوانا ما عامل والو دخل على مشكل ديال خوه ولبستو له قضيه ما عامل والو ما عامل حتى حاجه وانا غنعمل يدي في ودني وغادي نغوت غوته واحده دابا الاب ديالو كيهضر مع الام ديالو ودابا كتقترحو كطيحو عليا باذن هو يمشي يعيش مع عمو اولا يمشي يعيش كدا اولا هادي علاه سن الذنب ديالو دخل على المشكل ديال خوه بقى فيه خوه كيقرا وكدا هادي خوه ما بقاش فيه وبدا كيغوت ديك الاب ديالو ديك المره دخلها بدات كتسمع وخاه بيدو بدا كيسمع واخر بيدو بيتو بدا كيسمع وكذا بإذا خانا بريء
بريء من ديك المشكل، راه ولدك فلان هو اللي ضرب، هو اللي عمل، هو اللي صنع، هو اللي كذا، هو اللي سيب محباقه، هو الراجل وادى عباد الله وادى السيد تتشلل. هذا ضرب الحبس ظلما وعدوانا، ما عمل حتى حاجه، ما عمرو ادى شي واحد ولا تعدى على شي واحد ولا كيقول فيها شي واحد شي حاجه. هاوجي هاوجو هذا القلب ديالو احسن من هذا الموظف اللي عندك، راه هما ولادي بجوج وانا كنعرفهم بجوج. هذا القلب ديالو احسن من هذا اللي انتينا دائما ماشي معاه وديما ظلمه هذا وديما كتعمل الفرزيات ما بين ولادك وكذا. وهادي انا ولادي بجوج، وهذا اللي كتقول انتينا عيا ما يدبر عليه ولا عيا ما يعطيه او عيا ما يسرد له، هذا ما يخلصلوش حتى عام واحد ديال السجن. ديك 6 سنين اللي ضرب ولا 6 سنين وشي حاجه ولا كذا، ما يخلصلوش داك الشيء اللي صرف عليه في الحبس ولا اللي كان كيعطيك ندي والو اولا كذا، حتى عام واحد ديال السجن. وخوك تصنتو كذا وهادي ناط بوبري هاي داك. واش عادي نقول لكم اخوتي، كلشي الدار كتسمع ناط بوبري هاي داك، وباس الراس ديال الاب ديالو وهما كاملين كيتشوفو بالمرض خاهب خاهب يما بهادي، باس للراس ديالها، باس الراس دبوه عفوا. وقال لهم سمحوا لي فعلا انا واحد بقى لي في الدار ديالي، انا يمكن باقي لي على الاب ديالي ورانا يمكن لي نمشي، وبالحق الاب ديالي انا كنشوفو هنايا وراه كيهضر وكذا وهادي في الحق. المهم الله يهنيكم، داك يغوت الاب ديالو وكذا وهادي، خرج ديك الولد مشى مشى عند عمو، كيجلس مع عمو وكذا وهادي وكيعاود له القصه كما عاودنا لكم. علاش هاد الولد هذا اصلا ما هو سلقوط، ما هو متسلط، ما هو كذا، ما هو كاين بعض البشر والله وتعطيه دمك، هذا خاه وتشنو وقع له، خاه والام ديالو بحال تقول تقارو عليه في حياته، دخل الحبس على السباب تخاه وتشوف الاخر كيفاش كيوقع. اخوتي علاش كنقولو للشباب بعض شي حالات وبعض شي مشاكل داخل السجون والله تيحر لك العقل ديالك يا رب. ماشي كلشي كيعمل وماشي كلشي متسلط، ماشي كلشي حقار، ماشي لا اله الا الله محمد رسول الله. خوتي الشباب واللي شاف هذه الحلقه يعمل ابوني ويعمل جيم وباقي ما يتعاود، ولا اله الا الله محمد رسول الله وعاش الملك.